نادية، نحن وعم نكتب كتاب الشهرة الخاص فينا دايماً في صفحة منقبعها من جعلك وهيك منكبها بالسلة القريبة منا، يا منعيد حساباتنا ومنرجع نكويها لنضمها لرفقاتها أو تبقى مركوني بسلة الماضي. أعطيني أول جملة من هالصفحة. أنا كما أنا. هاي الصفحة علي أنا مزعتها زمان وحطيتها في سلة مهملات بعيدة حتى ما أرجع أشوفها. اندمت أول شيء أنه أنا مزعتها وقررت أنه أعمل على إعادة كتابتها. وأول جملة أنا كما أنا، بحب حالي كما أنا. ليه خزقتيها؟ خزقتها لأنه أنا كنت دائماً أبحث عن الرضا بعيون اللي حوالي. كنت تلاقيه؟ مش دائماً، كنت أحاول أثبت لمحيطي بأنني قادرة، بأنني ناجحة، بأنني منجزة، بأنني جميلة. هلأ وصلت لمكان حسيت أنه نادية بكل أخطائك، بكل انهزاماتك، بكل انكساراتك، أنت كما أنت، تحبي حالك، تحبي حالك، تحطي حالك أولوية أولى. فهي الصفحة عملت على إعادة كتابتها، رح أحطها قبل المجلد حتى أضل أذكر حالي بأنه إذا أنت ما حبيتي حالك ما حدا بالعالم رح يحبك بما فيهم أولادك. كيف ممكن نحب حالنا نادية؟ علي، نقبل حالنا بعيوبنا، بعيوبنا نعامل حالنا زي ما منعامل الناس اللي كتير بنحبهم. للأسف إحنا جلادين قاسيين جداً. إمتى آخر مرة أنت زقفت فيها لحالك؟ زمان. أنا صرت أمارس ثقافة التصفيق للذات. الناس بيفكروني مجنونة. قبل ما أنام بعمل برافو. تزقفي على غلطك كمان؟ لا، على غلطي ما بزقف، بس ما بجلد حالي جلد وكأنني سأموت غداً. بقول أوكي أنا مسامحتك، أنا فاهمة أنت ليش هيك تصرفتي، بس ما ترجعي تعيديها لأنه أنت بنت بتعرفي الصح من الغلط، أنت بنت تربيتي صح. ما تعيشي بالدينايل. أنا كنت أعيش بحالة من النكران، أبرر الخطأ والحق صوته أخليه خافت مرات لأنه خلاص، لا مش خلاص، صوت الحق يجب أن يبقى عالياً، وهي مسؤولية فردية على كل واحد فينا حتى المجتمع كله يكون في طريقه إلى الصلاح. أنا رح أحكي فصحى كتير اليوم على فكرة. أحكي مثل ما بدك. أدي راضي عن حالك اليوم؟ زمان كنت أحس بأنه الرضا هو الوصول إلى الكمالية أو المثالية. اليوم الرضا بالنسبة لي إذا بدي أقيسه بنسبة بقول 8%، وهاي النسبة ما بدي أطلع عنها، ما بدي أوصل للعشرة لأنه ما حدا بيوصل للعشرة. حلو. يس. وهلأ منشوف أدي كمان الجمهور راضي عن نادية الزعبي، هي وعم تدون كتاب الشهرة الخاص فيها، وأكيد أول محطة اللي هي الطفولة. أنت خلقاني ب 18 أيلول عام 1983. صح. لما نوصل لعمر الأربعين بيقولوا منبلش نفوت بالعد التنازلي. نادية الزعبي عاملة معاهدة سلام بينه وبين العمر أو الخوف عم يدق بابه؟ أبداً ما بدق بابي، وأكبر دليل على هيك إنه أنا كل يوم أظن بذكر الناس بعمري. كل يوم بتصاحى مع حالي جداً. ما بقولك إني ما بخاف من فكرة التقدم بالعمر، لأنه بخاف من الوحدة أنا علي. الست لما تنفصل وتكون مؤمنة بنظرية أولادنا ليسوا لنا وأولادكم ليسوا لكم، قلبها برجف. الله يخلي لي أمي وأبوي ويخلي لي إخواني، بس بالنهاية سنة الحياة ستأخذ مجراها. فبخاف كل ما كبرت بالعمر أضل حالي. تقربي من هالمرحلة أكثر؟ أقرب من هالمرحلة. هذا الموضوع كان بالنسبة لي هاجس. الآن كيف عالجتي؟ بسيط. عالجته لأنه أنا بقول إنه ناتيا، صرت أحكي مع حالي بالمراية، ناتيا أنتي أولاً الله معك هاي بكل الأحوال وبكل الظروف. حلو. ثانياً أنتي شخصية محبوبة، يعني أنا بشوف الحب بعيون الناس. حتى إذا مثلاً ما كتب لي إنه أنا أكون مع شخص شريك حياة، أنا بنت علي وبحكيها بكل فخر. ما بحب أمدح حالي لأنه مادح نفسه كاذب، بس أنا بهاي النقطة بدي أعطي لحالي معلش كريدت. أنا بأي قعدة بقعد فيها الناس بسمعوا لي، بضحكوا معي، بتذكروني، بيحافظوا على علاقة معي لأنه بحسوا أنه أنا بصدر لهم فرح. فالشخص اللي بيصدر فرح عمره ما بنترك لحاله. فتصالحت مع الفكرة نوعاً ما، ما عم بقولك. طب وأنت مين بيصدر لك الفرح؟ ابني. ابنك؟ ابني. نظرة فخر بعيون أبوي بتصدر لي فرح، ابتسامة من والدتي بتصدر لي فرح، كلمة طيبة من الأشخاص اللي بيتابعوني
كلمة جنيون من قلبهم بتواسي هاجس الوحدة. مزبوط. اليوم لما توقفي على درجة الأربعين نادية وتوقفي تبرمي لورا تتأملي 39 درجة وراكي، على أي درجة بتلومي نادية الزعبي؟ أسئلتك حلوة كتير. بلوم نادية الزعبي على درجة 32-33. شو صار؟ سمحت لنفسي أنه أخلي أفكاري السلبية سيطر؟ تنام هون. رحبت فيها ونيمتها. أعطيني واحدة منهم. أنت إذا ما بتخافي يا نادية ما بتنجزي. You are not good enough. أنت هيك الخوف يخبري. يخبرني. إذا أنا بطلع من حياتك أنت لا تساوي شيئاً. وأنا صدقته وآمنت فيه. وصار في بيني وبينه علاقة وطيدة ومتينة. صار هو من أعز أصحابي. وأنا داخلياً بعرف أنه هو من ألد أعدائي. عيشته معي. وصلني إلى الاكتئاب. لجأت إلى أدوية الاكتئاب. لجأت إلى الدكتور نفسي معالج نفسي. لا مهدئات لا. لأنه أنا مؤمنة كنت بدي أحل المشكلة من جذورها. أنا ما بحب فكرة التخدير. باللاوعي. باللاوعي. شو طلع مخبى؟ مخبى إنه أنا بنت مش متصالحة مع نادية الصغيرة. كانت بعدها مركوني جواتك. مركوني بس كنت أتجاهلها وما أحبها ومقعدتها بالزاوية وأطلع عليها بنظرة فوقية إنه أنت وين وأنا وين. البنت وتأذيك أكتر هي. طبعا هي ما تأذيني العكس تماما، هي كانت تحاول تحزني عليها. لم أكن أتعاطف، وهذا مش كلام فلسفي، هذا شعور أنا كنت أحسه. ما كنت أتعاطف مع هاي البنت الصغيرة. هلأ أنا حاططها بحضني، هلأ أنا بفرجيها بقولها تعالي شوفي وين صورة. عم تدلليها كتير. طب كتير. اليوم ومن بعد كل هالسنوات يعني بعد مرور تقريبا 8 أو 10 سنين من بعد هالمرحلة، ولما صعدتي هالدرجات، إذا بدك تطلعي بالكاميرا شو بتخبري الخوف صديقك القديم؟ بقول له أنا بعرف إنك لسه موجود، عم بتحاول إنك تأثر وعم بتحاول إنك ترجع تسيطر، بس أنا اليوم واعية. أنا اليوم شايفتك على حقيقتك. صح، أنت ضيف غير مرحب بك في حياتي، وقد ما حاولت صدقني ما رح أفتح لك الباب مهما ضليت تدق، لأنك خربت لي سنين من أحلى سنين عمري، وأنا هلأ بدي أعيش، وإنت والحياة لا تلتقيان. حلو.